فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة. سيدي، قبل الاستراحة كنا نستحضر أفكار وكثير من إنجازات الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، اللي هو تأثر به الكثير من العلماء الأفاضل اللي احنا عايشين في ظل أفكارهم هذه الأيام. حضرتك قلت وتذكرنا ان هو في بداية حياته كان يعني متأثرا بجماعة الإخوان المسلمين، ثم ترك هذه الجماعة وعرض أسباب تركه لهذه الجماعة في كتابات وفي محاضرات وفي ندوات. وفضلتك قلت أيضا إنه هو سألهم سؤال بالغ الأهمية، أو بيسموه السؤال الحاكم في أفكاره بعد ذلك. ممكن تشرح هذه النقطة لو سمحت؟ هو يتكلم في كتاب من كتبه عن أنه التقى هو والشيخ سيد سابق. الشيخ سيد سابق كان أيضا في الإخوان مع حسن البقوري، مع أحمد حسن البقوري والدكتور عبد العزيز كامل، والدكتور طبعا عبد العزيز كامل، بس أنا أقصد الأزهريين. الأزهريين عبد العزيز كامل كان أستاذ الجغرافيا في كلية الأداب، وكان في مكتب الإرشاد. نعم. ولكن الثلاثة دول كانوا في مكتب الإرشاد برضو، أو كان يحبهم حسن بنا ويقربهم وكذا إلى آخره، لكن لم كانوا بالشباب وكان طبعا في هذا الشيخ الغزالي مولود سنة 17. فمعنى كده أنه لما مات حسن بنا كان عنده 32 سنة، تخرج وأخذ العالمية من الأزهر إلى آخره. الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى كان قابل أحدهم، هو وسيد سابق رحمه الله، فقال له: يا أخينا، أنتوا جماعة المسلمين ولا جماعة من المسلمين؟ قالوا: لا، إحنا جماعة المسلمين. ومعنى هذا أنهم هم الإسلام، وما عداهم خارج الإسلام. جماعة المسلمين يبقى دول اللي ما همش منهم يبقوا خارج عن جماعة المسلمين. مثل هذا، وده منطق خطر جدا، تكفير خلاص، يبقى ما هو تكفير. يبدأ بالإقصاء وينتهي بالتكفير. وده ذكره يوسف القرضاوي في مذكراته، وهو أنه كان في المعتقل فسأل أحدهم أو مدح أو كذا الشيخ الغزالي، قال له: بس الشيخ الغزالي ليس مننا. قال له: أيوة، هو ليس من الإخوان لكن هو معانا في الإسلام. قال له: لا، اللي مش معانا في الإخوان خلاص يبقى بر. يبقى إذن في الإخوان من يرى انه دي جماعة من المسلمين وحينئذ سيكون قريبا، ومن يرى ان هذه جماعة المسلمين وحينئذ فانه سيستحل من خالفهم ويستحل قتله ويستحل كذا، وهو الفكر الاساسي الذي قتل بسببه سليم زكي، الذي قتل بسببه احمد الخزندار، الذي قتل بسببه محمود فهم النقرش. الأدهى والأمر بعد ذلك أن عبد الرحمن السندي قتل السيد فايز النائب بتاعه، لأن حسن الهضيبي أراد أن يعين السيد فايز مكان عبد الرحمن السندي، فرأى السندي أن هذا مش فاهم حاجة، وإنه عمل الحفاظ على كيان الجهاز الخاص يقتل المسلم الأخ النائب له، وعملوا تحقيقات داخل الإخوان وثبت فعلا هذا، ولذلك رفض ساعتها عبد الرحمن السندي، أحمد عادل كمال، مصطفى مشهور، محمود الصباغ إلى آخره من مجموعة العمل الخاص. إذن إحنا أمام الفكرة التي أريد أن أنقلها للمشاهد، وهي فكرة أن الكيان سوف يقول به الحال إلى الدين الموازي وندخل في مشكلات. هو في فهمك لكيف يفكر العقل الإخواني إنه الجماعة أكبر من المسلمين، ومن ليس في الجماعة هو خارج عن جماعة المسلمين. أنا كنت عايز برضو أفسر الجهاد، لأن إحنا ما جاوبناش، فعايزين نرجع. لكن الإخوان في ظني ليسوا على قلب سواء. هتلاقي في قيادة وفي جهاز خاص لا يعرفه الناس العامة. ده مش عارف ده،
فكل واحد بيقسم لك انه هو ما يعرفش حاجة هو صادق لانه فعلا مش عارفش حاجة. والفكر اللي موجود في عقل القيادة مش هو المعروض للعوام. ودي اخطر حاجة في الكيان. الاسلام ما يعرفش هذه الاسرار، ما يعرفش الباطنية. الباطنية دي اللي بتسألني بتقول لي هو فكر القيادة حتى او اي فكر في الاخوان ان هم احسن من المسلمين؟ قطعا هم معتقدين كلهم انهم احسن من المسلمين، لان المسلمين دول مغفلين، لانهم لو ما كانوش مغفلين كانوا انضموا للاخوان المسلمين. فلما لم ينضم المسلمون للاخوان المسلمين يبقوا دول ما عندهمش دين، ما عندهمش التزام، ما عندهمش حب لله ورسوله. ولذلك ففي نوع من انواع التعالي. فاحنا هنحكمكم عشان ننقذكم من انفسكم. ومن له الحق في هذا هو نحن. الفكرة دي اتوجدت في التاريخ مع بني اسرائيل. انهم شعب الله المختار. ايوه. فلما نيجي نقول لهم كده يقول لي يعني انت بتشبهني باليهود؟ يا اخينا لا. انا بقول لك ان اليهود غلطوا خطأ تاريخي نفسي خلاهم يتعزلوا وخلاهم يتكبروا وخلاهم يتكرهوا وخلاهم. وعشان كده جاءت هذه العزة او العبرة في القرآن، حتى نفهمها اكثر القصص عن سيدنا موسى. بالضبط. فيا اخينا ده تحذير مش وصف ليك انك انت يهودي ولا انك انت مش عارف ايه. لا، ده بقول لك في صفات معينة تكونت بناء على نموذج معرفي معين. ايه هو النموذج المعرفي؟ النموذج المعرفي ده اللي يسموه في الانجليزي بارادايم. هذا البارادايم بتاع اليهودي هو انه شعب الله المختار. طب هو ايه اللي يحصل؟ انه كلكم عبيد ليا. ايه اللي يحصل؟ ان انا احسن منكم. ايه اللي يحصل؟ ان انا اللي الحق ان انا احكم، ولي الحق ان انتوا عليكم انكم انتوا تطوعوا. هذا يعني يتعجب منه الشباب لما يسمعه، لكن هو لو تريس كده وشاف الحال ايه. انا لما عرض عليا ان انا ادخل الاخوان المسلمين وانا عندي 20 سنة قلت لهم ما اقدرش. قالوا لي ليه؟ قلت لهم لانكم اتخذتم التنظيم دينا. ده على طول كده من قبل ما تجرب؟ ولا اجرب ولا اعرف، انا ربنا كشفها لي كده. لقد اتخذتم التنظيم دينا. يعني ايه؟ يعني سيدنا النبي يقول لي امشي يمين وانتوا هتقولوا لي امشي شمال لازم امشي شمال؟ يبقى اذا انا هطوع التنظيم مش هطوع دين الله. خليني انا كده على قد حالي وعلى قد فهمي واعيش. طيب احنا لسه في الجهاد، وهتعرف ليه انا ماشي مع فضيلتك في هذا المسار. هنوصل للجهاد. انه في حالة جماعة الاخوان المسلمين دخل المرحوم الاستاذ سيد قطب السجن عدة مرات، وهناك وهو في السجن في العهد الناصري بدأ ينظر الى ما يحدث له على انه هذا التعذيب الذي لحق به وبجماعة الاخوان وهذا التنكيل على انه بالتأكيد يأتي من منظوره انه هؤلاء بالتأكيد كفار ولا يمكن ان يفعلوا ذلك بمسلمين امثالهم، وانه هذا النظام كافر وان نطق بالشهادتين، وان هذا النظام وجب علينا قتاله لانه ولانه ولانه لكل الاسباب. ومن هنا جاءت فكرة تكفير الحاكم وقتال الحاكم، واستند في ذلك الى كثير من الادلة والكتابات، واستعاد فهم ابن تيمية وابو الاعلى المودودي، وبدأ فكرة الفكر القطبي، وسمي داخل جماعة الاخوان المسلمين ما يعرف باسم القطبيون او التيار القطبي. وقيل بعد ذلك انه ما بعد الأستاذ عمر التلمساني أنه حدث انقلاب داخل جماعة المسلمين
الإخوان المسلمين، وتمت السيطرة التيار القطبي اللي منه الأستاذ عاكف والدكتور بديع وكثير من القوى اللي هي أصبحت اختطفت الجماعة إلى التشدد. سؤالين: هل الجماعة أصلا متشددة؟ النقطة الثانية: هل أخذها التيار القطبي إلى مزيد من التشدد فلذلك نرى كل هذا العنف وكل هذا القتل؟ الجماعة قبل سنة 38 ليست متشددة، تمارس العبادة، تمارس الخدمة الاجتماعية. بعد الجهاز الخاص أصبحت لا تجاهد في سبيل الله، إنما خلطت الجهاد بالبلطجة، فأصبحت من جماعات العنف، وأصبحت في صدام مع الأنظمة. السؤال الشرعي: لماذا عندما قتل عمر بن الخطاب من قبل أبو لؤلؤة المجوسي، لماذا عندما قتل سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين على يد ابن الملجم لم يقبض على الناس وكذا، وقبض على ده وعلى ده وحكم ده وده، فلماذا امسكوا اللي قتل الخزندار وامسكوا اللي قتل النقراش، امسكوا اللي قتل سليم زكي، امسكوا واحد وحكمه؟ الإجابة وهذا الكلام قاله حسن البنا في أحد مقالاته ورد عليه من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل والنقاشات اللي حصلت ساعتها، انه ده كيان، ما تفك الكيان. لكن ده كان فرض. ابراهيم الورداني قتل بطرس غالي، ما مسكناش الا ابراهيم الورداني، ما مسكناش امه وابوه، اخته واخوه، جاره وجارته، ما مسكناش لانه ما هوش في كيان. لكن سيادتك احنا عندنا في القانون وفي الشريعة ان المحرض على القتل هنحكمه، وان المباشر للقتل هنحكمه. فحضرتك كيان، والكيان ده لازم احقق معاه ولازم اشوف راسي من رجلي فيه. يبقى سيادتك لازم اقبض على هذه الجماعة كلها، وده ما حصل في عهد فاروق، وده ما حصل في عهد عبد الناصر. احنا نرفض تعذيب الانسان، نرفض اي تجاوزات حصلت في العهد الناصري او في غيره من اهدار كرامة الانسان المجرم، المجرم الذي ارتكب جريمة ويعاقب. لكن حكاية اجمع الجماعة اجمعها واحطها في السجن واديها حقها من الاكل والشرب واللبس وكذا الى اخره، والتريض لغاية ما يحكم عليه من قبل القاضي وينفذ فيه هذا الحكم سواء بالإعدام أو بالسجن أو بالبراءة. فده هو العدل. الخطأ اللي وقع فيه النظام الناصري التعذيب، لكن مش الإلقاء القبض عليهم. لأن أنت محمود عبد اللطيف ده اللي ضرب عبد الناصر واخد المسدس من قبل كده من هنداوي دوير، المسدس الصغير كان هيقتله في الجمهورية، ما نفعش، عطاله مسدس أكبر منه عشان يقتله في المنشية. لما جه وقبضوا على محمود عبد اللطيف، هنداوي دوير سمع، عرف انه جاي رجله في الخية، ودى مراته إلى المنيا، كانت من المنيا، ورجع سلم نفسه إلى اسم بابا، فما ضربهوش، ما عذبهوش. ليه؟ لأنه جاي يقول كل حاجة وخرب كل حاجة. اللي كان يقول لي مصطفى مشهور ان هنداوي دوير ده من مباحث امن الدولة. طب ده اعدم. يقول لي معليش ما هو ما تعذبش. قلت له ما تعذبش لكن اعدم، لكن ده هو ما تعذبش لانه بيقول كل حاجة. حضرتك واحد ظابط قدامه واحد بيقول له كل حاجة، يفتحوا بس كده يقول له كل المعلومات والمعلومات صحيحة، يتأكد منها كده يلاقيها صحيحة، يضربوا ليه؟ هيضربوا ليه؟ فالمهم انه الكيان بقينا عندنا المساوئ بتاعته والتشويه بتاعه
الكذب، السرية، مخالفة القوانين لعدم الشرعية، والعنف. عشان ننقل نفك الكيان نعرف بالضبط هل برضو هذا جهاد وما هو الفهم الصحيح للجهاد. بعد الاستراحة نرجع لهذا. قبل الاستراحة القيادة تفك الكيان والشباب يخرج من الكيان. بس قبل الاستراحة نروح الاستراحة. بعد الاستراحة يستمر الحوار.